لا لا يعقل الشارع محمد الخامس راه ولاو رابطين المولكات. آه انا نعطيك بالضبط حدا حمام ديال الراحه. وبالتالي شكون المسؤول؟ شكون هو المسؤول؟ خصك تعاون ديال المجلس مع السلطه مع الامن مع كل شيء ونقيو هذا المدينه. بخصوص القضايا التي تزاهم مساكنات القنيطره، دونك اليوم تحطوا عده اسئله راك سمعتهم تتعلق بمواضيع الشتاء اللي تتهم المواطن القنيطري والساكنه القنيطريه ساكنه القنيطره، واللي تم الجواب عليهم من طرف الرئيس والساده النواب. من غير هذا الشيء هذا ما تطرحش حتى شي موضوع اخر، ولكن عندنا جلسه ثانيه من يوم الثلاثاء هي اللي فيها واحد ما تبقى من جدول الاعمال ديالنا. شو السبب ديال انسحاب ديال المجموعه؟ السبب دائما نبقاو في الدوامه. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. دوامه نورمالمون نهار ديال الاسئله الكتابيه تنخرج التقرير ديال الرئيس لا يناقش. حتى هناك مناقشه ديال تقرير الرئيس، كثره ديال نقط النظام، تشويش على الساده اللي باش يحضروا الاسئله ديالهم. انا كنت حازم في لان انا تنسير جلسه وخصني نصر على باش الجلسه تدوز في احسن الظروف. ديجا في الاول كان بيناتنا واحد اتفاق واحد بيناتنا كاملين باش على اساس من اجل مصلحه القنيطره ما نبقاوش داك مساله النصاب ما نتعطلوا ما نجيوش هاي باش نتاجل الدوره ويبقى هذا. اليوم لاحظنا بانه تلقاو بان المستشارين كاينين وعلى برا واقفين وما تدخلوش باش يوقعوا على النصاب، وهذا الشيء ما خصوش يكون. وهذا الشيء راه ما فهمتش، ربما نقدر نتفهموا من واحد يلاه جا دار سياسه جديد، ولكن من عند الناس اللي عندهم باع اكثر من 20 عام و 30 عام في السياسه ونهبطوا لهذا المستوى هذا. انا تنظن خص اعاده النظر في بزاف ديال الامور، خصنا نستغلوا هاد الفتره هذه. جاو ناس جاو اطر باغيين يخدموا الجماعه من نيتهم. الحمد لله في واحد وقت اللي هو وجيز تعلموا ودخلوا في العمل، ولاو الحمد لله عارفين شادين زمام الامور ديالهم. ما فهمتش انا علاش ما غاديش نساعد مع هاد الناس لاجل مصلحة ديال القنيطره؟ علاش دائما حنا الغرض ديالنا انه الرئيس ما يبقاش هذاك ما خصوش يكون، نبقاو دائما في هاد النواب. المعارضه اللي تيفهموا لها الناس، المعارضه ماشي هو الدور ديالها، المعارضه حتى هي تتقترح تتجيب تتكون تتسهل الماموريه ديال العمل، تتقترح تتراقب ولكن بموضوعيه. راه تنشوفوا دابا في البرلمان تيطرحوا اسئله تيعاقبوا، ولكن في التصويت كلشي تيصوت مع الاغلبيه اذا كان الموضوع ولا القضيه تتهم المواطن ولا الساكنه بصفه عامه. ولكن هادشي تنشوفوا اليوم، انا هادشي ما بيني وبينك ما لا يليق سياسيا، وهادشي تيعطي واحد النظره سلبيه. حنا تنديروا اللي في جهدنا، حنا عندنا واحد الولايه غادي نديروا فيها داك الشيء اللي يطلب القانون، ولكن راه ما تيسهلوش لنا الماموريه نهائيا، وما عارفش فين ما غادي نوصلوا. وكيتناكدوا اليوم بان حنا غادي نبقاو ان شاء الله، فهمتي، ما حدنا هنا في هذا الكرسي راه غادي نبقاو وغادي نبقاو صامدين، فهمتي. سفر الماموريه ما يبغوش يسهلوها لينا، لان ما يبغوناش ننجحوا في العمل ديالنا، هذا شيء اكيد. واخا حنا هذه ما تنقولوها، سيروا قبل كان عندهم اغلبيه مطلقه، كانوا قبل سيروا الناس باريحيه، كاع ما كان هذا الشيء اللي تيوقع دابا، هذا المستوى اللي هبطنا ليه دابا. ولكن خاص اعاده النظر، خاص الناس يفهموا بانه راه هذا المجلس هذا راه جا باش يشتغل، وخصنا نعطيوه الفرصه. انتي واخا جينا في وقت صعيب، حنا الوقت اللي جينا فيه ما عندنا فيه لا فلوس، المديونيه واصله للقمه ديالها، ما يمكنناش ناخذ الفلوس، الميزانيه الجماعه ما فيها حتى شي ريال، سميتو. ولكن مع ذلك ما سمحناش في الجماعه ديالنا، ما سمحناش، وباقي تنجريو تنحاولوا نقلبوا على الموارد باش تبقى الساكنه على نوفروا سميتو نخدموا الساكنه في احسن الاحوال. دونك داك الشيء اللي توفر المجالس السابقه اللي قلنا حنا ما توفرنا في حتى 1%، ومع ذلك غادي نزيدوا هاد التصرفات دابا اللي الحشومه كاع تجي من هاد نقدروا نسموها حنا خامات سياسيه، باش تجي واحد يلاه بدا اليوم ومستشار تيتعشى يتعلم هذا المستشار.
نهار يكون في معارضه اش يتعلم؟ علمه في المعارضه، عندك واحد 12 عام ديال التجربه، وهذيك التجربه نفعنا منها، نفعها لنا، ماشي نقطه نظام غادي نحول الاسئله الكتابيه ديال 3 السوايع ولا 4 السوايع ولا 5 السوايع كلها نقطه نظام، هادشي لا يليق. واش نقول لك؟ الله يهدي ما خلص. السؤال الاخر ديال السكينه بخصوص الفاجعه ديال الوفاه ديال جوج ديال الشباب، كيقول لك ان حضور السلطات السيد العامل السيد الباشا السيد ولي الامن والغياب ديال المجلس البلدي. لا شكون اللي قالها؟ السكينه. انا كنت حاضر، راه صحفي هنا يقدر ياكد لك. واحد الصحفي هنا كان حاضر، شرط المنع كان حاضر السباحة. وانا حضرت باش حضرت، والجماعه تكلفات بهذوك الغواصين اللي جاوا من الجديده، وانا شخصيا من مالي الخاص وفرت لهم سميتو لو ديبلاسمون ديالهم والغذاء ديالهم باش نكمل باش نساهموا باش نعتقوا ذاك الارواح. وهذيك المسؤوليه الاولى بالدرجه الاولى، لان الواد تابع لو دومين ماريتيم، ما تابعش للجماعه. ولكن حنا مع ذلك ملي وقع الحادث الاول عطيت التعليمات ديالي سميتو للصيانه باش نوجدوا سميتو ذاك اللوحات ديال ممنوع السباحه في ذاك الامكنه. واخا حنا غادي نديروها غير وقائيا، لان خص يكون هناك تحسيس، خص تكون امور اخرى، لان الواد كلشي عارفه خطير، وخص يكون هناك تحسيس باش الانسان ما يعومش في الواد.